تعال نشوف كنا واقفين فين من فايل اوبن ويب سايت. وافتح المشروع بتاعنا اوبن اخر حاجه كنا واقفين عندها على ما اتذكر اللوجن صح؟ حد شاف حاجه؟ اروح افتح صفحه الديفولت كليك يمين كده واقول له فيو اون براوزر. ادي البروجكت كنا وصلنا للريجستر بيطلع لي فيها الايه؟ الساين اب واللوجن. انا مش عجباني دي خالص. نعم كل اللي توصلنا له في اللوجن ان لو احنا دخلنا يوزر نيم وباسورد غلط وعملنا ساين ان بالظبط كده. ما طبعا قال لي ان اليوزر نيم او الباسورد مالهم غلط. لو دخلنا حد صح حد يعرف حد صح؟ مش معقوله. لا اليوزر بس اليوزر كان ايه؟ محمود مثلا 1 2 3. ما هو استحاله ان اكون عامل اليوزر اكبر من كده. اخش على الداتابيز افتح الداتابيز متاكد اروح على التيبلز تيبل اسمه ممبر كليك يمين واقول له شو تيبل داتا وريني البيانات اللي جوه الجدول اللي عندك. يوزر نيم مو عيد يقول يوزر نيم مو عيد وواحد اثنين ثلاثة ودخلت 1 2 3 4 1 2 3 4 وساين ان قال لي ويلكم باك. بس طبعا مش هينفع نقول ويلكم باك خالص. كل ده وصلنا له. نعم مش سامع. ما احنا لسه ما ظبطناش ولسه هنرتب هنا شويه نخليها يعني لسه شويه واحده واحده. بس المهم ايه دلوقتي لسه ما خلصناش اللوجن احنا بس حطيناه وبنجربه. بس اللوجن لسه ما خلصتش. لو دخلت على اللوجن بس في البيزك سيرفيسز الخدمات الأساسية شاشة اللوجن الويب يوزر كنترول بتاعتنا وجيت فتحتها لاحظت الديزاين بتاعها ماشي. احنا عندنا التي اكس تي يوزر والتي اكس تي باس والال بي ال مسج والزرار. اخش دبل كليك على الزرار كده والاقي الام ام بيساوي نيو ممبر. طبعا الخط الصغير خالص اكبره بسرعه من تولز اوبشنز فونتس اند كلرز اختار نوع خط مقروء مثلا كده خلاص. طيب قال لي ايه انت عملت ممبر ام بيساوي نيو ممبر قلت له ام دوت لوجن واديته اليوزر نيم والباسورد. لو كانوا صح بترجع ترو. لو رجع ترو هقول له ويلكم باك. لو ما رجعش ترو هقول له ايه اليوزر نيم والباسورد مالهم غلط. حلو قوي. اللي انا عايز اعمله بقى دلوقتي ان انا مش هقول له بقى ويلكم باك. انا عايز ارميه على الصفحه الرئيسيه بره خلاص. عايز ارميه على الصفحه الرئيسيه بره. وبره يقول له ويلكم باك. بره هو يبقى يقول له ايه؟ يبقى يقول له ويلكم باك. ماشي. بس كده؟ لا مش بس كده. طب خد بالك من حاجه مهمه جدا. غير اللي انا قلت ان انا ارميه على الصفحه اللي بره والصفحه اللي بره هي اللي تلقط اسمه وتقول له ويلكم باك فلان. اللي انا بقى عايزك تركز فيه قوي. طب اليوزر نيم موجود فين؟ محدش بيرد عليا. اليوزر نيم موجود فين؟ اليوزر نيم بتاع اللي دخل بتاع اللي دخل كانت موجوده صفحه اللوجن كانت موجوده صفحه الايه؟ اللوجن. انا هرميه على الصفحه اللي بره. الصفحه اللي بره دي صفحه ثانيه اسمها الديفولت صح؟ الصفحه الرئيسيه. الصفحه الرئيسيه عايز تعرف مين اليوزر اللي دخل عشان تقول له ويلكم باك فلاني صح؟ فعندي صفحتين.
هو دخل في صفحة اللوجن باليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعه، وانا في صفحة تانية خالص هقول له ويلكم واقول اسم اليوزر نيم دوت. عندي مشكلة، دي صفحة ودي صفحة تانية، ازاي الصفحة التانية تعرف انا دخلت ايه في الصفحة الأولى؟ حاسين بالمشكلة؟ محدش بيرد ولا مش حاسين بحاجة. فاهمين المشكلة ولا لا؟ البيانات اتدخلت في صفحة، وانا هروح دلوقتي على صفحة تانية، ازاي الصفحة التانية تعرف انا دخلت ايه في الصفحة الأولى؟ فاهمين الفكرة؟ يعني عندي مشكلة. خلاص الصفحة دي اللي اسمها لوجن، أول ما يخش عليها ويقول لوجن هاجي هنا بدل ما اقول له ويلكم باك اقول له روح على الصفحة الرئيسية، ازاي؟ تعالى نشوف، افتح بوس كده وادي بوس في الآخر كده. مش هقول لك ويلكم باك زي ما اتفقنا، هبعته على الصفحة اللي إيه؟ اللي بره، الصفحة اللي بره أقول له ريسبونس. ريسبونس يعني في الرد، وأنت بترد عليه. خلاص احنا عرفنا اليوزر نيم والباسورد صح، هرد عليه اقول له انت بترد عليه ريدايركت توديه على الصفحه اللي اسمها ديفولت دوت اي اس بي اكس. يبقى انت بترد عليه وديه على الصفحه اللي ايه؟ اللي اسمها ديفولت. صفحه الديفولت المفترض تحس بمين اليوزر اللي داخل، هتقول له ويلكم باك فلاني. طيب السؤال اللي انا بساله بقى، هتقول له ويلكم باك فلاني وهي تعرف اسمه منين؟ محدش يقول لي الداتابيز، هقول لك الداتابيز شايله كل الناس، شايله كل الناس، معرفش مين اللي داخل. لكن انا عايز اعرف هو مين اليوزر اللي دخل في اللوجن دلوقتي؟ عايز اعرف مين اليوزر اللي دخل فين؟ في اللوجن دلوقتي. لازم تكون في حاجه تسلم الصفحه الثانيه. حاجه تسلم الصفحه الثانيه، يعني من الاخر في بيانات عندي عايزها يحصل لها شيرنج ما بين صفحتين او اكتر. في بيانات محتاجه انها يحصل لها شيرنج ما بين صفحتين او ايه؟ او اكتر. في طرق كتير لعمل الشيرنج بالبيانات ده، بحيث ان انا اقول للصفحه الثانيه خد البيان ده الفلاني او فلان اللي داخل او 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 الى اخره. ففي طرق كتير زي ما قلنا، الطرق دي كل واحده ليها مميزاتها وليها عيوبها. بالنسبه لنا احنا في اللوجن، اليوزر اللي هيخش، اليوزر اللي هيخش، هل انا محتاج اسمه في صفحه واحده ثانيه يعني صفحتين بس، ولا في ثلاثه، ولا في اربعه، ولا في 20، ولا ممكن في الموقع كله؟ في الحقيقه اليوزر اللي داخل انا بحتاج بياناته في الموقع كله، لان في الصفحه الرئيسيه هقول له ويلكم باك بس. لا، وفي صفحه احنا خلاص بنعمل موقع عن ايه؟ عن الرحلات، وهو بيختار الرحله عايز اعرف بياناته، صح ولا لا؟ ممكن هو بيدفع الرحله عايز برضه بياناته، فممكن يكون لسه في صفحات تانية كتير كلها عايزة تعرف مين هو اللي داخل، مين هو اللي ايه؟ فصفحة هتنشئ صفحة اللوجن، وصفحات كتير عايزة تعرف مين اليوزر اللي داخل، مين اليوزر اللي داخل دلوقتي، مفهومة كده؟ اسمك ايه؟ معايا ولا مع الناس التانيين؟ طيب، الطريقة أسهل طريقة تعملها وتخلي صفحات كتير تقدر تشوف اليوزر نيم اللي دخل، حاجه اسمها الكوكي. حاجه اسمها الايه؟ كوكي. ملف اسمه كوكي. الملف ده عباره عن ايه؟ عباره عن ملف بيبقى موجود عند الكلاينت. احنا لازم نكون فارقين ما بين السيرفر وما بين الايه؟ الكلاينت. الكلاينت الحاله الوحيده اللي قلنا لما بتبقى فاتحين كده الموقع واول الكلام مكتوب كلمه اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه اي حاجه، يبقى انا كده كلاينت، كأني قاعد في البيت. غير كده ما بيحصلش. كلاينت يعني انت دلوقتي جهاز بتستخدم بس، صح؟ عمر حد في البيت بيقدر يعمل اي حاجه في الموقع غير ان هو يخش في اتش تي تي بي نقطتين شرطه شرطه ويخش كده عادي؟ بس هو ده الحل الوحيد بالنسبه لك، تبقى انت كلاينت. اي حاله ثانيه يبقى انت ايه؟ سيرفر. يبقى انت سيرفر. انا دلوقتي كلاينت، لكن اما اجي انزل كده واتكلم مع الكود يبقى انا ايه؟ سيرفر. بدليل ان انا قلت له يا سيرفر وانت بترد افتح له وديه على الصفحه الفلانيه، ده مين ده بقى اللي هيوديه؟ سيرفر طبعا، انا بتكلم على السيرفر. طيب، ملف الكوكي قلنا ملف بيتسيب عند مين؟ عند السيرفر ولا الكلاينت؟ عند الكلاينت. انا هقول دلوقتي الكوكي بس على السريع. هو جاي هنا وعامل ايه؟ اعرف كوكي اتش تي تي بي كوكي.
سميتها اي حاجه سي او مثلا بتساوي نيو اتش تي تي بي كوكي. خد بالك من حاجه، كوكي ده عباره عن كلاس صح؟ كلاس عادي زي اي كلاس هتعمله، احط له شويه قيم، بس هو في الاخر لما بقول له اتعمل بيروح على الكلاينت عندك في البيت يعني، ويحط ملف 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 زي ملف نوت باد كده يعني، وكاتب فيه المعلومات اللي انت قلت له خزنها، وكاتب فيه المعلومات اللي انت قلت له ايه؟ خزنها، وبعد كده اقدر من اي صفحه اقرا ايه اللي مكتوب في الملف ده، اقدر من اي صفحه اقدر اقرا ايه اللي مكتوب في الايه؟ في الملف. انا عندي كده سيرفر وعندي كلاينت، السيرفر هيرمي ملف، الملف هيتحط عند الكلاينت، واي صفحه من السيرفر عايزه تقرا اي حاجه هتروح تقراها من مين؟ من الملف اللي موجود عندك في البيت ده. يعني الملف ده يخص كل واحد فينا، مش هنخش ببعض، كل واحد عنده ملف بتاعه. خلاص؟ طيب الملف ده لما بيجي يتحط عندك على الجهاز بيبقى ليه اسم، الملف ده بيتحط عندك على الجهاز بيبقى ليه ايه؟ اسم، لان ممكن احط اكتر من ملف، ممكن اعمل ملف كوكي هنا لليوزر اللي دخل مين، ممكن اعمل يوزر للرحلات او الاماكن اللي بيحبها ايه، اعمل كوكي كده عنده للحاجات اللي هو بيحبها ايه، عشان في الصفحه بتاعتي اطلعه دايما الحاجات اللي هو بايه بيفضلها يعني. وممكن اعمل كوكي ثالثه مثلا لسالف المشتريات بتاعته او الحجز بتاعه او الى اخره، فممكن اعمل كوكيز لحاجات كتير، فلازم اسمي كل ملف كوكي هيتحط عنده على ايه؟ على ايه؟ على الجهاز بتاع الكلاينت. صباح الموت. طيب اسميها لوجن. طيب ده اسم الملف، ده اسم الايه؟ اسم الملف اللي عند الكلاينت اسمه لوجن. طيب كده ملف الكوكي هيتحط عند اليوزر اسمه ايه؟ اسمه لوجن. اما السي او ده ايه؟ سي او ده اسم الاوبجكت بس كده نستخدمه بس بكلمه سي او، اقول له سي او اسمك كذا يا سي او، حط القيمه الفلانيه يا سي او، اعمل كذا يا سي او، اعمل كذا يا سي او. في الاخر لما هتترمي هيبقى اسمك لوجن عند الكلاينت، هيبقى اسمك لوجن عند مين؟ عند الكلاينت. خلاص كده؟ طيب يا سي او دوت عايز اخزن فيك قيمه، عايز اخزن فيك قيمه، قلت له دوت فاليوز القيم اللي جواك دوت اد ضيف لي. قال اضيف لك ايه؟ قلت له ضيف لي قيمه اسمها اليوزر كوما. قال لي طب قيمتها؟ يبقى في كل قيمه ليها نيم وليها فاليو، او ليها كي وليها فاليو. خلاص كل ايه؟ كل قيمه هضيفها اقول له اسمها يوزر، وابعت له اليوزر، وابعت له مين؟ وابعت له اليوزر. يبقى ايه اسمها يوزر؟ طب وقيمه اليوزر هتبقى منين؟ قلت له هتيجي من تي اكس تي ايه؟ يوزر دوت اكس. يبقى هو لو كان اسمه مثلا علي يبقى هيتخزن جوه الكوكي قيمه اسمها يوزر وقيمتها ايه؟ علي. يبقى الكي اسمه يوزر وهنا اسمه علي. اي مره بقى اجي انادي واقول له انا عايز اليوزر يقول لي هو مين؟ هو علي. اقول له هات لي اليوزر بتاع الشخص بتاع الكلاينت ده، يقول لي ده اسمه علي. هات لي اليوزر بتاع الكلاينت ده يقول لي اسمه احمد، لانه متخزن على مين؟ على جهازه هو. مفهومه ولا مش مفهومه؟ وادي الصوره بتوضح فكره اللي انا بقوله دلوقتي الكوكي دي. خلاص انا في عندي هنا سيرفر، السيرفر ده فيه بيج 1.asbx، بيج 2.asbx، بيج 3.asbx الى اخره، وليكن دي اللي اقصد بيها مين؟ اللوجن. خلاص كده اللوجن دي هتكرييت هتنشئ يعني هتنشئ ملف الكوكي. طبعا الانشاء ده بيحصل في الريسبونس في الرد، وانا برد طبعا اي حاجه جايه من السيرفر رايحه للكلاينت تبقى ريسبونس، اي حاجه من الكلاينت جايه للسيرفر تبقى ايه؟ ريكوست. في عندي ريكوست وريسبونس. الريكوست شيء جاي من الكلاينت بيطلب حاجه من السيرفر، السيرفر بيرد يبقى ريسبونس. خلاص كده؟ فالسيرفر هو بيرسبونس هيكريت ملف الكوكي. ملف الكوكي ده بيبقى مترتب كده 0 1 2 3 4 الى اخره. ممكن ادخل قيمه اسمها يوزر واحط القيمه بتاعتها اسمها ايه؟ علي. ممكن اسجل الباص 1 2 3، ممكن اسجل مش عارف ايه كذا كذا، احط فيه شويه ايه؟ شويه قيم كلهم عباره عن كيو فاليو. ما ينفعش احط داتابيز ولا حاجه لان برضه بيبقى حجمها محدود، حجم الكوكي ده ملف ايه؟ حجمه صغير محدود. وسميت الكوكي دي هسميها ايه؟ لوجن. يبقى انا عملت دلوقتي سميت الكوكي لوجن وحطيت فيها اليوزر وسميته ايه؟ علي. عند مين؟ عند الكلاينت. عند مين؟ عند الكلاينت. كلام جميل. ملف الكوكي ده بقى موجود، انا بقى لما احب اريده اقراه، لما احب اقراه ممكن اقراه من اي صفحه، ممكن اقراه من اي ايه؟ من اي صفحه، زي ما انت شايف كده
لما احب اريد طبعا بريد في الريكوست، لما اجي اقرا انا كسيرفر اقرا وجاي لي ريكوست، وجاي لي ريكوست ابدا اقرا منه الايه القيمه اللي موجوده في الكوكي. ممكن اقرا من الملف ده، ممكن اقرا من الملف ده، وممكن اقرا من الملف ده واي ملف تاني. ودي الميزه بتاعت الايه ملف الكوكي، ودي الميزه بتاعت ملف الكوكي، ان انا بنشئها من صفحه لكن اقدر اقراها من اكتر من صفحه. المهم اما اجي انشئها بنشئها في الريسبونس، لما اجي اقراها في الايه في الريكوست، لما اجي اقراها في الايه في الريكوست، يبقى شكلها عامل بالشكل ده. وصلت ولا برضه؟ الله اعلم. خلاص؟ طيب نرجع. فكده انا حطيت اليوزر وحطيت اسمه، مش لازم احط الباسورد. الكوكي دي برضه بتبقى كوكي ليها حالتين. اما بتبقى كوكي مؤقته مؤقته، يا اما كوكي محدده بوقت. يعني ايه مؤقته يعني محدده بوقت؟ ملف الكوكي ده مش اتفقنا ينزل عندك على الكلاينت في البيت؟ محدش بيقول ده يا رب. يعني بينزل عندي في الكلاينت، عندي على الجهاز بتاعي اللي بشتغل اللي بنادي بيه على الويب سايت. الملف ده بيفضل موجود لغايه امتى؟ الملف ده بيفضل موجود لغايه امتى؟ لو انا خليتها مؤقته، بقول لك يعني ايه مؤقته كمان شويه، لكن الفرق بس ما بين المعنيين وبعد كده اوريك ازاي. لو انا قلت الملف الكوكي ده ملف مؤقت، معناها ان هو هيفضل موجود عندك طول ما انت فاتح البراوزر، طول ما انت قاعد على الايه؟ على البراوزر. طول ما انت قاعد على البراوزر هو موجود. مسافه لما قفلت البراوزر خلاص ما يعرفكش. يبقى طول ما البراوزر موجود، طول ما الكوكي المؤقته موجوده، قفلت البراوزر راحت الدنيا. طيب كلام جميل. لو انا عايز لا الكوكي تفضل موجوده واليوزر ده افضل عارفه، حتى لو قفل البراوزر، حتى لو قفل الجهاز، في كلمه وشركه ده اسمها ريمبر مي، اسمها ريمبر مي. ريمبر مي دي بتعمل ايه؟ ريمبر مي دي في الحقيقه لو انت ما علمتش عليها صح، بتلاقي نفسك اول ما بتخرج وبتقفل الجهاز كل حاجه راحت، صح؟ برضه ما حدش بيقول صح. دي معناها ان كانت الكوكي كوكي مؤقته. دي معناها كانت الكوكي كوكي ايه؟ مؤقته. طيب لما بتعلم ريمبر مي تقفل الجهاز، تقفل كل حاجه، تراستر، تروح تنام، تتغدى، ترجع، بتلاقي نفسك برضه ايه؟ موجود. ايه اللي حصل بقى هنا؟ كوكي مش مؤقته، كوكي محدده بوقت. قال لها اقعدي كمان سنه، اقعدي كمان شهر، اقعدي 20 يوم كده. فبتفضل موجوده عندك طول ما الفتره دي ما ايه؟ ما انتهتش. طول ما الفتره دي ما انتهتش. بالنسبه لنا احنا مش هنعمل بقى ريمبر مي وقف ان هو عمل ريمبر مي، لان قلنا دي معموله قبل كده. انا هعملها على طول مباشره، انا عايزها كوكي مستمره. ما يقدرش تفضل موجوده الا لو هو عمل لوج اوت خروج، الا لو عمل ايه؟ لوج اوت خروج. خلاص كده؟ يبقى هتفضل موجوده الا لو هو عمل لوج اوت. يعمل لوج اوت تتمسح الملف الكوكي، ما عملش لوج اوت يفضل هنا ايه افضل فاكر. باختصار كده. قلت له ماشي. يبقى اقول له سي او، يبقى دي لازم تكون كوكي محدده بوقت. ليه محدده بوقت؟ انا ممكن يقفل ويمشي، عايز افضل فاكره برضه. طالما ان اليوزر بالنسبه لي انا في موقعي انا، طالما ان اليوزر ما عملش لوج اوت يبقى افضل فاكره. خلاص. اي ما يخش في اي وقت انا عارفه. طول ما عملش هو ايه؟ لوج اوت. فدي كده تبقى محدده بوقت، خلاص لازم احددها بوقت. الا ما هو يعمل لوج اوت او انا شايلها. اقول له الكوكي دوت اكسبايرز. اكسبايرز وقت انتهائها امتى؟ هتنتهي الكوكي دي هتتشال من على الكلاينت امتى؟ فانا عايز اقول له مش هتتشال. خليها. لازم تبقى محدده بوقت، ما ينفعش اقول له خليها كده مطلقه. ما ينفعش اقول له خليها كده مطلقه وخلاص، لما اقول له خليها كمان سنه. طبعا يعني مش معقوله تفضل سنه يعني. اكيد يا اما النسخه بتاعته هتضرب، يا اما هو يدلك الحاجات اللي موجوده عنده، لكن طول ما هو ما لعبش في اي حاجه تفضل موجوده يعني. فاقول له خلاص اكسبايرز، اخش على ديت تايم، ديت تايم يعني التاريخ والوقت،
ده بلس مش كل عمليات التاريخ والوقت. دي تايم دوت ناو هيجيب لك التاريخ بتاع دلوقتي تنتهي دلوقتي. ينفع؟ مش هينفع طبعا اقول له تنتهي دلوقتي لسه عاملها. عايز اقول له شيفت تاريخ دلوقتي اديه كمان سنه زياده عليه مثلا ولا حاجه. ممكن اقول له دي تايم دوت ناو تاريخ دلوقتي دوت اد ييرز ضيف السنين دي واعمل له ايه؟ سنه. يبقى هو هيروح يعمل ايه؟ يجيب تاريخ دلوقتي ويضيف عليه كمان ايه؟ يبقى نفس التاريخ ده بس مش 2012 2013 بس. خلاص كده؟ فكده بقت معناها مستديمه يعني. نقدر نقول مستديمه. موجود. خلاص؟ كويس قوي. حاجه ثانيه؟ لا مش حاجه ثانيه خالص. ثلاث اسطر بس خدوا شرح كتير شويه. حاجه ثانيه؟ لا. خلاص. خلاص سمينا اسم الملف. وقلنا هنشيل فيه كلمة يوزر وقيمتها هتيجي مع التكست بوكس وقدامها سنة على ما تتشال. صعبة كده؟ فاضل ايه؟ ان انا اقول له يلا بقى اعملها على الكلاينت يعني كريتها على الكلاينت بس. لازم اقول له في الاخر ايه؟ كريتها بقى خلاص. فكريتها بالاسم ده وبالقيم اللي هي شايلاها. فلازم اقول له انا ايه؟ كريتها بقى. اقول له ازاي كريتها بقى دي؟ اعملها. اقول له اعملها ازاي؟ اقول له في الرد في الريسبونس وانت بترد عارف الكوكيز؟ هيقول لي عارف الكوكيز اه. اقول له ضيف لي الكوكي دي معاك وديها معاك السي او. هياخد السي او دي باسمها ده باليوزر ده بقيمته بتاريخ الاكسبيرز بتاعها ويعملها كملف حقيقي ويحطها فين؟ عند الكلاينت. يعملها كملف حقيقي ويحطها عند مين؟ عند الكلاينت. دي معنى كلمه ريسبونس دوت كوكيز دوت اد. بس ايه الميزه بقى؟ الميزه ان انا دلوقتي اي صفحه اقدر اسال على الكوكي اللي اسمها لوجن على قيمه اليوزر يقول لي فلان. اي حد داخل عندي في اي صفحه اقول له عارف الكوكي اللي اسمها لوجن؟ يقول لي اه. اقول له موجوده؟ يقول لي مثلا اه موجوده. اقول له مين اليوزر؟ يقول لي فلان. اقول له طيب. واعمل انا عملياتي يعني مش كل مره اساله. مش كل مره ايه؟ مش كل مره اساله. اساله عارف الكوكي اللي اسمها لوجن عندك؟ يقول لي مش موجوده. اقول له اه خلاص ماشي. يبقى انا كده عرفت ان هو ايه بقى؟ لسه ما عملش لوجن. انا لما اجي اخش لازم اساله على مين؟ على اللوجن صح؟ كل الناس بترد اللوجن صح؟ طيب. وكان في حاجه كمان عايزين نظبطها هنا ريجستر وهنا لوجن واحنا خلاص عملناهم حته واحده هنسميها مثلا سبسكرايبرز ومشتركين. هو يخش بقى يشترك او يخش. وبلاش لوجن خلاص ما بقاش محتاجين هي بس خلاص سبسكرايبرز خلاص المشتركين. بدوس عليها عنده ان هو يخش يعمل نيو سبسكرايب يعني ايش يشترك من اول وجديد يا اما يعمل ايه؟ لو هو مشترك يخش. خلاص كده؟ عايز اظبط اللينكات دي برضه. طب دي اللينكات دي موجوده في انهي ملف؟ الماستر موجود في الملف الرئيسي الماستر بيج بتاعتنا. قوم رايح على ملف الماستر وادور مالهاش ادور اهي ادفع عينيا على طول ماشي ضاعت تاني افايند على صفحه اسمها ساين اب اهي اسمها ساين اب قلت له ماشي الديفولت ماشي ساين اب ماشي لوجن قلت له لا لوجن لا مش عايز دلوقتي مش عايز منك يبقى اللينكات دي كلها كده على بعضها بتاعت لوجن دي شلتها وبدل كلمه ريجستر بعد كلمة اشترك دي اخليها ايه؟ سبسكرايبرز المشتركين خلاص كده؟ مشتركين بقى سواء كان هيشترك لسه جديد او هو مشترك وهيخش على طول خلاص كده؟ كلام جميل قال لي سايب السوليوشن فايل قلت له على الديسك توب على المشروع بتاعنا سايبه لي هنا قال لي ده موجود قلت له ريبليسه خلاص؟ واجي بقى هنا وارجع تاني للهوم اللي هي صفحه الديفولت طبعا هيعمل ريفريش وهيظبط اللينكات خلاص بقى في عندي اسمها لينك اسمها ايه؟ سبسكرايبرز خلاص لما ادوس عليها طيب نعم عادي يعني عمك اكسبلورر بيسلم عليك خلاص طيب
حلو. انا عايز بقى لما يعمل لوجن احنا قلنا نروح على الصفحه الرئيسيه، انا قلت دلوقتي مو عيد 1 2 3 4 احنا قلنا نروح على الصفحه الرئيسيه صح؟ قلت له ساين ان وادينا على الصفحه الرئيسيه. كلام جميل. بس مش بس كده، بدل كلمة انتر بيج كونتنت هير او جنب المين بيج ممكن اقول له ويلكم فلان هنا في الحتة دي. عايز اقول له بعد كلمة مين بيج هنا اقول له ويلكم فلان. دي واحدة. اتنين، ما طلعش سبسكرايبرز دي. اللينكة دي المفروض ما تطلعش كده اسمها سبسكرايبرز، ما ينفعش. المشتركين ايه؟ لما انا مش عارف هو مين. هيبقى عنده مثلا ممكن لوج اوت، ممكن اديت بروفايل يخش يعدل الملف الشخصي بتاعه، ممكن تشينج باسورد، ممكن حاجات تانية كتير، ممكن حاجات تانية كتير. طيب لكن المهم سبسكرايب لازم ما تطلعش. بس ماشي، الاول نخليه يقول لي هناك مين. ما عايزين نقرا بقى من الكوكي اللي احنا عملناه. نشوف بقى، عايز اقول له انا في المين بيج اقول له ويلكم فلان ما بين المين بيج. طب المين بيج دي موجوده، كلمه مين بيج دي موجوده فين؟ ماستر. ما ينفعش الصفحه دي تكون ماستر، لان احنا قايلين له في الماستر الحته دي بتتغير والحته دي بتتغير. يبقى ازاي بقى كلمه مين بيج طلعت؟ يبقى اكيد طلعت من صفحه اللي هي الصفحه الرئيسيه بتاعتك اللي هي اسمها الديفولت. خلاص؟ طيب قام جاي عند كلمه مين بيج يورها بقى ادي صفحه الديفولت فين؟ ادي صفحه الديفولت اهي. وادي كلمه مين بيج اهي جايه قدامنا اهي على طول. وانا عايز جنبها هنا اهو في قوس هنا وقوس هنا، ما بين القوسين هنا عايز اكتب كود اي اس بي. وكود الاي اس بي ده هيقرا من ملف الكوكي فيه كوكي ولا مفيش كوكي. لو كان في كوكي نقول له ويلكم باك فلان. لو كان مفيش كوكي هيكتب له كلمه لوجن. صح كده؟ ده انت تتخيل موقعك يمشي ازاي. ماشي، عايز اكتب هنا كود اي اس بي، ينفع؟ ما ينفعش. ايه؟ ما هو اي اس بي يعني سي شارب، سي شارب يعني اي اس بي. خلاص احنا فرقنا ما بينهم، دي تكنولوجي ودي لغه واه كل حاجه، لكن السي شارب بيكتب اي اس بي. والاي اس بي هي عباره عن الكنترولز واكواد السي شارب يعني. فالاثنين معنى واحد يعني. لما اكون فاهم التفرقه. زي ايه؟ بنقولها دايما المعنيين اذا اجتمعوا اتفرقوا، واذا اتفرقوا اجتمعوا. محتاجه شرح دي طبعا. اذا اجتمعوا اتفرقوا، يعني لما اكون بتكلم وبقول اي اس بي وسي شارب ده لازم افرق ان السي شارب هي اللغه والاي اس بي دي هي التكنولوجي بتاعت الويب. لازم اكون مفرق كده. لكن لو انا بتكلم وانا جوه المشروع قلت سي شارب مفهوم ان هي اقصد بيها السي شارب للاي اس بي مش فارقه. ولما اكون بتكلم كده عامل بقول اي اس بي بقى مفهومه برضه ان انا بكتب بالسي شارب يعني اللغه بتاعتي او اللغه اللي انا بكتب بيها. فدي معنى كلمه اذا اجتمعوا اتفرقوا. يعني لو انا بجيب جمله مفيده فيها كلمه اي اس بي وكلمه سي شارب مع بعض يبقى لازم يبقى دي حاجه ودي ايه؟ ودي حاجه. لكن لو انا بتكلم كده قلت سي شارب يبقى انا شغال في المشروع بتاعنا بتاع الاي اس بي عادي. لو قلت اي اس بي كده لساني جاب لي اي اس بي بقى ايه؟ فانا اقصد سي شارب عادي. دي معنى كلمه اذا اجتمعوا اتفرقوا، اذا اتفرقوا اجتمعوا. ولا حد فاهم حاجه. عشان اكتب هنا بقى سي شارب او اي اس بي الصفحه دي ما تنفعش غير لو انا جيت قمت عامل كده علامه كده، قمت عامل في المية واتقفلت لي اوتوماتيك بعلامه في المية. لما تقابل العلامات دي في اي كود كده تفهم ان ده كود ايه؟ اي اس بي. ده كود اي اس بي زي كده اهو. بس ادي عملت لها معنى تاني مش مهم، لكن في علامه اهي موجوده اهي صح؟ وفي الاخر هتلاقيها مقفوله برضه. هتلاقي ايه؟ مقفوله. فتفهم ان دي عباره عن حاجات تخص مين؟ الاي اس بي غير الكنترولز. فاجي هنا بقى اكتب كود الاي اس بي، اوسع كده لنفسي. ما تفرقش معانا الصدور، اكتب براحتك. انا عايز اقول له لو كانت الكوكي موجوده يبقى اف انا هقرا كده كوكي موجوده مش موجوده، اقراها في الريكوست ولا في الريسبونس؟ محدش بيرد برضه، خنقتوني.
ريكوست طبعا وانا برد ولا عايز اقرا؟ عايز اقرا اللي جاي لي، الكوك اللي جايه لي، اشوف في كوك اسمها لوجن ولا لا، يبقى في ريكوست دوت الكوكيز اللي عندك كوك اسمها لوجن. لو كانت لا تساوي نل، يعني لا تساوي نل؟ مش فاضيه. كانت لا تساوي نل معناها ان هي مش ايه؟ مش فاضيه. طالما مش فاضيه يبقى اليوزر نيم موجود. يبقى انا عايز اقول له ويلكم فلان، عايز اكتب، اكتب في الرد، اكتب في الرد او في الرد اكتب ويلكم وجنبيها اجيب اسمه من الايه؟ اليوزر جوه الكوكي صح؟ اقول له ماشي. يبقى عايز اكتب في الرد يبقى ريسبونس دوت رايت، يعني اكتب في الرد او في الرد اكتب، اكتب ايه؟ كلمه ويلكم باك نقطتين وجنبيها الزق اللي كان بكلمه جنب ويلكم باك اسمه يوزر نيم. اليوزر نيم من فين؟ من الكوكي. اجيبه من هقراه من الكوكي. طب هقراه في الريكوست ولا في الريسبونس؟ برضه ريكوست. ريكوست دوت الكوكيز اللي عندي اللي اسمها لوجن اللي عارفها، قلت له جواها في كي اسمه يوزر، قال لي ماشي خلاص كده جبتها كده قريت خلاص. سهله جدا القرايه، بس ممكن اعمل دوت تو سترينج عشان احول الكلام ده لنص واقفل الكوز بتاع ريسبونس دوت رايت والسيمي كولون. يبقى لو كان الكوكي اللوجن، الكوكي اللي اسمها لوجن مش فاضيه مش نط، يبقى يطبع كلمه ويلكم باك وجنبيها يجيب من الريكوست اللي جاي من الكوكيز اللي عنده، كوكي اسمها لوجن الكوكي اللي اسمها يوزر ويحولها الى نص فيكتبها على الشاشه. إلس ما فيش كوكي ما عملش لوجن، ما انا عايز اعمل له ايه؟ اطبع له لينك اسمها لوجن بس، ما بين الكوسين كده اطبع له كلمه ايه؟ لوجن ولينك توديها على صفحه السبسكرايبرز اللي حسابي ناس هينفع. يعني كل سنه بدا مضايقني قوي بس ماشي. بقول له ريسبونس دوت رايت اكتب اللي جاي ده. ايه اللي جاي ده؟ عباره عن كود اتش تي ام ال بسيط جدا بيعمل لينك اسمه ايه؟ وهايبر ريفرنس على الصفحه اللي اسمها ساين اب دوت اي اس بي اكس صح؟ والكلمه اللي عايزك تطلع لي كلمه لوجن واقفل بسلاش اي اتش تي ام ال ألف بي اتش تي ام ال. طبعت كلمة ايه اتش تي ام ال بسيطة جدا عبارة عن كلمة لوجن كلينكة لما يدوس عليها توديني على صفحة اسمها ساين اب دوت اي اس بي اكس. طبعا غلط كلمة ساين اب دي مضايقاني قوي، ما نغيرها بالمرة، احنا ليه مضايقين نفسنا ليه ومش مقزين كده؟ طب ما نغير كلمة ساين اب دي نخليها سبسكرايبرز وخلاص، بدل ما احنا كده حاسين ان احنا مش مظبوطين وماشيين كلامنا مش مهم. في الماستر بيج اللينك، في الماستر بيج اللينك كانت بتنادي على ساين اب اللي هي سبسكرايبرز دي، اقول له لا ما اسمهاش ساين، ما اسمهاش ساين اب بقى اسمها ايه؟ سبسكرايبرز. طيب بس كده قلت له لا، وهنا مش اقول له بقى روح على صفحه الساين اب بقى، اقول له على صفحه مين؟ سبسكرايبرز. يو سي. وتعالى ندرب ايه اللي حصل. طبعا لما اخش على سبسكرايبرز كده عشان طبعا كانت مظبوطه على لينك الساين اب، احنا غيرنا اسمها خلاص، بعمل ريفريش ولسه على سبسكرايبرز اهي. كنت داخل موعي 1 2 3 4 وساين ان مين بيج وقال لي ويلكم باك معيد محمود عيد. خلاص كده حلو مش حلو قوي، ما خلصناش اللي كنا نفسنا فيه. اللي كان نفسنا فيه ان كلمه سبسكرايبرز دي تشال برضه، طالما عمل لوجن يبقى ما فيش ايه. طيب طب انا بس قبل ما اعدي الحته دي لازم اكد على حته معلومه مهمه جدا. طب لو انا قفلت
اللي هيفتح تاني. الكوكي بقى موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. يعني لو دخلت كده قال لي ويلكم باك على طول. طب ماشي، انا عايز امسح الكوكي بايديا. انا طبعا عايز اعمل له لوج اوت، هي اللي تمسح الكوكي، بس انا امسحها بايديا عشان نجرب. اجي من تولز انترنت اوبشنز واقول له هنا عند البراوزنج هيستوري، او بيقول لك ديت التمبرري فايلز والهيستوري والكوكيز، قلت له ديليت، قلت له كل حاجه امسح يلا ديليت. اوكي الكوكي فين دلوقتي؟ والساوند تايب لو قفلت وفتحت تاني ودخل على العنوان بتاعي برضه ما مسحش حاجه. انترنت اكسبلورر عادي، عيلة تاني يمكن ما لحقش يمسح واحنا قفلنا. خلاص كده خلص تحميله اهو. اوكي خلاص قفلنا وفتحنا تاني. كده تمام. اللي حصل مين بيج وجاب هنا لينك اسمها ايه؟ لوجن. يعني فعلا مسح الايه؟ مسح الكوكي. احنا مش عايزين كده بقى، عايزين يعني عايزين اولا كلمه سبسكرايبرز، طالما ان هو عامل لوجن كلمه سبسكرايبرز تختفي صح؟ ويطلع مكانها مؤقتا لوج اوت، ويطلع كمان ايه البروفايل، ويطلع كمان لسه هنعمل حاجات كتير قوي طالما هو دخل. يعني طلع له خدمات. حلو. طب اللينك بتاع السبسكرايبرز دي موجوده فين؟ السؤال المحرج بتاع كل مره. طبعا في الماستر بيج. لينك السبسكرايبرز موجود في الماستر بيج. انا عايز بقى طالما في كوكي ما تطلعش كلمه سبسكرايبرز. تطلع لي لينكات ثانيه. يعني انا راجع اعمل لوجن. خلاص؟ قام عامل ايه؟ ادور على صفحه الماستر، ادي الماستر اهي. ادي لينك السبسكرايبر زي شايفينها؟ الديفولت دي بتاعت الهوم. كده كده دخل او ما دخلش الهوم موجوده، سيبك منها خالص. لكن هنا بقى الحته دي. لينك دي بتاعت طبعا هي شكلها لينك معقده شويه عشان ليها ديزاين، ليها تصميم عشان تطلع بالمنظر. تطلع بالمنظر ده. تطلع بالمنظر ده. احنا بناخدها زي ما هي مفيش مشكله خالص. لكن مشكلتنا اللي بنتكلم عليها ايه هي؟ ايه هي؟ لو كان عامل لوجن المفروض اللينك ما تطلعش، لينك السبسكرايبرز ما تطلعش، يطلع لينكات غيرها. سهله. الله سهله جدا زي ما عملنا في الاي اس بي في المثال اللي فات، او جاي هنا عامل علامه ايه؟ كده، لان ده مش كود. ايه مش 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 كود، يعني مش كود، مش كلاس وبنكتب فيه، لا ده كود هنكتبه بايدينا صح؟ وجاي هنا كده اقول له عايز اكتب هنا كود، يعني كود في الديزاين، كود في الديزاين. وجاي هنا قايل له اف ان الريكوست اللي جاي لي بالنسبه للكوكيز في كوكي اسمها لوجن لو كانت لا تساوي نل هتعمل ايه؟ قلت له هعمل حاجات كود من هنا كده لغايه هنا كده. إلس هتعمل ايه؟ قلت له هعمل حاجات ثانيه برضه من اول هنا كده لغايه هنا كده. خليك سبسكرايبرز دي ناخدها كت وخليها معانا في الذاكره دلوقتي. شايفين؟ هو ده الصح. لو كان الكوكي مش لوجن، كوكي اللوجن مش موجوده معناه ان اليوزر ما دخلش قبل كده. معلش لا تساوي نل معناها ان هي موجوده، فدخل. طالما دخل عايز اطلع له شويه لينكات هنا زي مسح على سبيل المثال ايريت بروفايل، تعديل البيانات الشخصيه، تشينج باسورد، تعديل الباسورد كده. يعني عايز اطلع له خدمات الرحلات المحجوزه، لينك اسمها الرحلات المحجوزه اللي هي بتاعته هو وحاجزها، الحفلات المحجوزه الى اخره.
طالما هو عامل لوجن وانا عرفت هو مين. إلس إلس عايز اطلع لينك واحده بتاع السبسكرايبرز، وممكن ازود، ممكن ازود، ممكن ازود لينك اسمها فورج الباسورد، نسي الباسورد هو بيخش مش فاكر الباسورد. المهم لغايه هنا كده اوقف واكتب هنا اتش تي ام ال. طب ما تكتب هنا اتش تي ام ال يبقى لازم توقف الاي اس بي، اقوم عامل كده حته رخمه شويه بس معلش، اقوم واقف كده لان كل كود الاي اس بي لازم يتكتب كده ما بين دول. هنا اتش تي ام ال بقى اقوم عامل بيست، بس مش لينك سبسكرايبرز بقى، لينك اسمها هنعملها فيما بعد اسمها ايديت بروفايل، اسمها ايديت ايه؟ ايديت بروفايل، واكتب عليها كلمه ايه؟ بدل سبسكرايبرز اكتب ايه؟ ايديت بروفايل، يعني تعديل البيانات اللي ايه؟ البيانات الشخصيه بتاعته. بيست كمان لينك ايه؟ تشينج باسورد مثلا. ده اهم حاجه لوج اوت، لينك كمان لازم تكون موجوده لوج اوت. هنسيبها دلوقتي اللينك بتاع، يعني ممكن نخلي اللينك فاضيه دلوقتي مؤقتا ماشي، يعني الصفحات لسه ما سميناهاش عشان ما ندوس عليها ما يطلعش الراب، بس خليها ايه فاضيه دلوقتي اللينك لغايه لما نحدد اسم الصفحه اللي هنعملها. وايه تاني؟ سيب وان سبسكرايب. ايه تاني؟ ماشي يبقى نكمل براحتنا في اي وقت، في اي وقت هنكمل براحتنا هنا عادي، نزود لينكات زي ما احنا عايزين، المهم ان اللينكات دي مش هتشتغل غير ان اللوجن ايه؟ موجود. خلاص كده؟ حلو. بعد كده عايز اقفل الكوز بتاع الاي اس بي واعمل الس وافتح الكوز، ما ده اي اس بي، طالما اي اس بي لازم يتحط ما بين الايه؟ الديليمتر، الديليمترز دي، افتح كوز كده واقفل الكوز كده عشان دي حته ايه؟ حته اي اس بي، واكتب هنا الاتش تي ام ال بتاع صفحه اللينك بتاعت السبسكرايبرز بقى اللي بعد الالس، اللي هو لو كوكي مش موجوده بقى يبقى لازم يعمل لوجن صح؟ يبقى احط هنا اللينك بتاع السبسكرايبرز زي ما هي اتش تي ام ال، وبعد اتش تي ام ال ايه ده؟ ده في قوس هنا، طب ما القوس ده سي شارب ولا حد ما اختارت؟ طالما سي شارب لازم تحط برضه ما بين الديليمترز ديت. يبقى هرتب بس شويه عشان تبقى فاهمين واخدين بالكم من الكود اللي اتكتب. كل حاجه سي شارب مكتوبه لازم تكون ما بين الديليمترز ديت، القوسين دول اكبر من اصغر منه عامل في المية لازم، زي كده اف كذا وافتح قوس. طب ودي برضه نفس القصه ما بين القوسين دول صح؟ ما بين القوس ده والقوس ايه؟ القوس ده اتش تي ام ال لازم تكون عاديه بره عادي، لكن القوس ده بس اللي فاضل عشان يقفل الالس، ان شاء الله يكون الهوا فاضي، لازم يحطه ما بين برضو الايه؟ ما بين العلامتين دول، ما بين العلامتين دول. ها حد ليه سؤال كده في الحته دي؟ نجرب بس العك اللي احنا عكناه ده هيشتغل ازاي؟ ارجع على الصفحه كده وندوس على الهوم زي الفل. واحد يقول مفيش حاجه حصل، لا حصل، مفيش كوكي، في عندي لينك سبسكرايبرز، او هدوس على اللينك اللوجن برضه هتوديني على السبسكرايبرز صح كده؟ ادوس، ما انا قلت قبل ما اخش طب سيبنا اجربها، سيبنا اجربها معلش ما خدتش بالي. مو عيد 1 2 3 4 بص لما ادوس على لوجن هيرميني على الصفحه الرئيسيه، ولما يرميني على الصفحه الرئيسيه المفروض في حاجات ازاي مش هنلاقي صفحه موجوده يا ابني احنا رميناها؟ هلاقي صفحه رئيسيه، اول ما تيجي تقوم الصفحه الرئيسيه هتقرا تشوف الكوكي هتلاقيها، اول ما تلاقي الكوكي المفروض تشيل اللينكه دي وتحط مكانها لينكات ثانيه، والصفحه الرئيسيه بدل ما يبقى مين بيج هيبقى مين بيج، وفي النص بدل كلمه لوجن هيبقى كلمه ايه؟ ويلكم باك واسم اليوزر، اعمل لوجن ساين ان وادي اللي حصل فعلا، قال لي ويلكم باك وادي اسمه وجاب لي ادي ايه البروفايل وادي تشينج تشينج باسورد وادي ايه لوج اوت. هاكد بس مع الكلمتين اللي قلناهم في الكود ده، هو كود شكله وحش جدا فعلا بس باكد كود على الاخر بس مفيد،
بسرعه كده ناكد على المعلومتين اللي قلناهم هنا. اولا هو كود المفروض انا سايب كده بس، المفروض ان انا كنت اعمل كده اشيل ده كده خالص. بص المفروض الاساسي يبقى عامل ازاي كده اهو. ده الاساس اساسا في الاول، ده اساس كود الايه؟ الاس بي اللي اتكتب. عملت القوسين دول ليه؟ عشان انا بكتب جوه الاتش تي ام ال، بكتب جوه الاتش تي ام ال، فمش هينفع ان انا ايه؟ اكتب كده على طول الاس بي في وسط الاتش تي ام ال، لازم افرق. افرق بالديليمترز ديت، العلامه دي والعلامه دي والعلامه دي قفلتها. فالمفروض ان الكود يبقى ماشي كده. اف ان ريكويست دوت كوكيز اللي اسمها لوجن لا تساوي نال، معناها ان لو الكوكي بتاعت اللوجن دي موجوده هيعمل ايه هنا؟ لو موجوده هيطلع لي لينكات معينه. إلس هيطلع لي لينكات ثانيه مختلفه تماما. قلت له ماشي. اللينكات اللي هتعملها هنا عندك حل من الاثنين. يا اما تعملها بريسبونس دوت رايت وتكتب انت كود الاتش تي ام ال جوه ريسبونس دوت رايت ويبقى معقد شويه. وهنا كذلك ده الحل الاولاني. يا اما لا اقفل الاي اس بي واكتب الاتش تي ام ال حر. طب انا هعمل كده. اعمل ايه؟ اقفل الاي اس بي اللي هو كده قفلت الاي اس بي خلاص واكتب هنا اتش تي ام ال ايه؟ حر. ماشي. طب ما دي كده بقى دي مش من ضمن مين؟ مش من ضمن الاتش تي ام ال لغايه هنا. الحته دي ودي ودي دول تبع الاي اس بي يبقى لازم يتحط لهم الايه؟ الديليمترز دي. يعني اجي هنا وكده اقوم عامل علامه الجزء ده وعلامه في المية واقفله تحت هنا. واكتب هنا كل الاتش تي ام ال بتاعي الحر العادي، الاتش تي ام ال العادي اللي انا عايزه. ايوه ماشي، بس القوس ده مش اتش تي ام ال. القوس ده تبع الاي اس بي صح؟ يبقى لازم نحط له كمان هو كمان ابداه برضه بعلامه القوس ده وفي المية واقفله بعلامه والقوس ده وفي المية. بقى كده طلعت معاك في الاخر بالمنظر ده. طلعت معاك في الاخر بالمنظر ده. احط هنا بقى كل اللينكات اللي انا عايزها في حاله الايه؟ في حاله ان الكوكي موجوده. ابدا بقى وحط هنا كل اللينكات اللي انا عايز تظهر في حاله ان الكوكي مش ايه؟ مش موجود. خدت بالك عملت ازاي؟ ونقولها تاني. قول. زميلنا بيسال بيقول ممكن اعرف متغير بالديليمترز دي اعرف متغير يعني؟ يعني ما بين دي وبين دي اكتب اكتب سي شارب بالكامل. عرف متغير كل حاجه بس تعرفه لو انت عايز تعرفه وتشوفه في الصفحه كلها عرفه فوق عشان يبقى الصفحه كلها شايفاه. ما ينفعش تعرفه في النص وفوق يشوفه. لان الصفحه هتكون بيتنافس سطر ثم سطر ثم سطر. فانا عرفه فوق وتشوفه في كل الصفحه. تعرفه في النص يبقى تشوفه من بعد النص. ما تعرفش تشوفه فوق ولسه ما تعرفش. خلاص؟ طيب. فهقفل كده هيقول لي سايب اقول له مش هسيب عشان ارجع لل بعد ما كده قعدت اشرح معاكم يعني ارجع للماستر. الاقي قبل ما انا غيرت اللي هو ده. خلاص كده؟ عبد محمد بيقول بس الكلام ده عشان افرق ما بين كود الاي اس بي وما بين كود السي وما بين كود الاتش ام ال بس الكلام ده في الديزاين بس. قلت له بالظبط في الديزاين بس، لكن لو احنا بنكتب تحت زرار ما بنعملش الكلام ده، بنكتب على طول. بنكتب على طول. خلاص لكن عشان ده موجود في الديزاين بتاع الاتش ام ال متعشق في الاتش ام ال فلازم افرق ما بين بتاع الاي اس بي وبتاع مين؟ بتاع الاتش ام ال بالشكل ده. الاتش ام ال معروف ما بين التاجات ليه اكبر منه واصغر منه بس. الاي اس بي معروف ما بين الاكبر منه وعلامات في المية واصغر منه وعلامات في المية. خلاص؟ سؤال. الحتايه اللي ناقصالي لوج اوت عشان نتم عمليه الخروج، عشان نتمم عمليه الايه؟ عمليه الخروج. يبقى كده بيخش وبيخرج عادي والدنيا بتاعت اللوجن دي خلاص قفلنا بابها خلاص. ما فيش غير اللوج اوت. اللوج اوت كل فكره اللوج اوت ايه؟ كل فكره اللوج اوت ان هو بيمسح الكوكي. ورجع على صفحه رئيسيه انتهت مهمتها. تقعد مسحت الكوكي يبقى ما عرفتش مين اللي موجود يبقى خلاص اكنه خرج اكنه ما عملش لوج. بس مش اكتر من كده. فقوم جاي اعمل ايه؟ فين لينكة اللوج اوت؟ كانت موجودة في الماستر بيج صح؟ اهي اللي هي اخر واحدة تقريبا. اللوج اوت اهي. احدد صفحتها اعمل صفحة اسمها لوج اوت دوت اس بي اكس. صفحة اعملها دلوقتي. كل مهمتها ان هي تبص الكوكي موجودة موجودة امسحها بس. وتردك على الصفحه الرئيسيه، ما تعملش حاجه ثانيه. ما فيهاش ولا شاشه ولا مظهر ولا ديزاين ولا اي حاجه، هي اول ما تجي لك كده اول ما تشتغل
شوف في كوكي اسمها لوجن، اليوزر اللي هو شيله، شيل الكوكي اصلا كلها ووديها على الصفحه الرئيسيه، مفيش ديزاين اصلا هيظهر اساسا. او جاي عامل ايه؟ كليك يمين كده واد اد ويب فورم، او اقول اد نيو ايتم واختار ويب فورم، اد ويب فورم، قال لي هسمي الصفحه دي ايه؟ قلت له سميها لوج، لوج اوت، ساين اوت، لوج اوف، كلهم واحد. ايوه هتلاحظ ان الديزاين بتاعها مش عايزينه ايه اصلا، في حاجه خالص الا لو الجهاز بطيء بقى وحمل، فممكن تعمل كليب مثلا، عشان لو الجهاز بطيء ولا حاجه وظهرت يبقى ظهر كلمه لودنج يضحك عليها. عايز تحط صوره بتتحرك يبقى شغل بقى عربيه بيضاء بتاع حاجه ثانيه. ايه؟ ما عندنا الانترنت بتاعنا طيار. دبل كليك في اي حته ليه؟ عشان افتح البيج لود. يعني ايه البيج لود؟ يعني اول ما الصفحه تقوم تنفذ الاكواد دي، اول ما الصفحه تقوم تنفذ الايه؟ الاكواد دي. ادوس دبل كليك في اي حته فاضيه فتح لي حاجه اسمها البيج ايه؟ لود. يعني اول ما الصفحه دي تنام عليها هتعمل ايه؟ قلت له اتاكد الاول ان في كوكي اسمها لوجن سهله دي خلاص عرفناها، اف ان الريكوست اللي جاي الكوكيز اللي اسمها لوجن لو كانت لا تساوي نل، هتعمل لو كانت لا تساوي نل؟ هكتب هنا الكود اللي بيمسحها، يعني اعمل هنا كلير للكوكي صح؟ فيما بعد يعني، وفي الاخر اعمل ريسبونس دوت ري دايركت اتنقل على الصفحه اللي اسمها ديفولت دوت اس بي اكس. طب لو كانت الكوكي مش موجوده الكود ده هيشتغل هيوديك على الصفحه الرئيسيه، لو كانت الكوكي موجوده هيمسحها ويوديك على الصفحه الرئيسيه. ازاي بقى نمسحها؟ احنا اتعلمنا حاجتين في الكود لغايه دلوقتي، ازاي ننشئ الكوكي وانشاناه في اللوجن صح، وازاي نقرا من الكوكي، نقرا كوكي وعملناها كذا مره، عملناها لما قلنا له ويلكم باك فلاني وقرينا من الكوكي صح، بس ما عملناش غير مره واحده مش مرتين. حلو، المره دي بقى عايز اعمل ايه؟ امسح الكوكي، ودي اخر حاجه اعملها، يبقى الانشاء والقراءه منها ولما ازهق منها امسحها. انا عايز امسحها دلوقتي. طب فكره المسح، في امر اسمه كلير بس مش شغال، مش شغال خلاص، مش مظبوط، مش بيمسح الكوكيز نفسها، امر كلير. ففي فكره تانية بسيطه جدا، جمله بسيطه جدا، ايه؟ انشئ كوكي زي ما انشات كوكي قبل كده في اللوجن، زي ما انشات كوكي قبل كده في اللوجن واسمها لوجن برضه، نفس الاسم بتاع الكوكي اللي انا عايز امسحه، اعمل كوكي بنفس اسم الكوكي اللي انا عايز امسحه. حد زعلان لغايه دلوقتي؟ حد زعلان؟ حد زعلان ولا فرحان؟ فطالما انا عملت كوكي بنفس اسم الكوكي اللي موجوده لما اجي ابعتها بالعقل كده ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ريبليس. يزعل ليه؟ يعمل ريبليس. انا في عندي كوكي على الجهاز عندي في البيت، ملف ملف الكوكي اسمه لوجن بتاع الموقع ده، والموقع ده عمل كوكي تاني اسمها لوجن تاني وحطها عندي، ايه اللي هيحصل؟ اللوجن القديمه مسح، اتحط مكانها اللوجن الجديده عادي زي كوبي وبيست كده، حاجه موجوده اعملها ريبليس. حد زعلان من دي الحاجه؟ محدش بيرد عليا. مفهومة دي؟ كوكا هتنزل جديدة بنفس الاسم هتمسح اللي موجودة. دي النقطة الأولانية، يبقى الموجودة مهمة بالنسبة لي راحت. الجديدة بقى اللي اتحطت. الجديدة اللي اتحطت احنا عرفنا الاكسبايرز، صح ولا لا؟ عرفنا الاكسبايرز اللي هو تاريخ انتهى، اتشال امتى من على الجهاز. الجديدة اللي هتتحط اديها تاريخ انتهاء فات، عدى، ولا. يعني ايه؟ يعني الجديدة اللي هتتحط تاريخ انتهائها عدى من زمان، فأول ما الجهاز يشوفها أولا هيشيل القديمة اللي هي كانت مستمرة لفترة طويلة يشيلها ويحط الجديدة، أول ما حط الجديدة بص قال لي ده انتهت، اتشالت من زمان، ده مش هيلها.
فالاثنين اتشال. دي الفكره، ان انا اعمل كوكي بنفس اسم كوكي القديمه عشان تعمل ريبليس، فتشيل الكوكي اللي كانت موجوده وتحط الجديده، والجديده دي اديها تاريخ ايه؟ قديم عدى من زمان، تاريخ قديم عدى من زمان، فتتمسح هي كمان، يبقى الاثنين اتمسحوا والكوكيز كده اتمسحت خالص. منعك؟ وفي كلير، ما تمسحش برضه الكريم اللي جواها، بتفضل موجوده. برضه بتفضل الكريم موجوده. دي من اخر تجربه جربتها. خلاص؟ يبقى انا اعمل ايه؟ اقوم اعرف بقى اتش تي تي بي كوكي زي ما عملنا قبل كده، اتش تي تي بي كوكي سميتها سي او بتساوي نيو اتش تي تي بي كوكي، لازم بقى اسمها يكون لوجن. مش لازم انا اسمها سي او، مش مهم. مش مهم خالص، المهم لازم يكون اسم الملف هناك يكون نفس اسم الملف اللي هناك. بقول له سي، مش هقول له دوت فاليوز دوت ان، هضيف قيم. هضيف قيم ليه؟ انا همسحها اصلا كده كده. انا بس هقول له دوت اكسبايرز دوت ايه؟ تاريخ انتهاك امتى؟ قلت له روح على الديد تايم دوت ناو تاريخ دلوقتي. دوت ما عندناش دوت سب ييرز، عندنا اد بس. اد ييرز، اد سكندز، اد دايز، اد مانثز بس. قلت له خلاص اد يير تاريخ النهارده نقص منه سنتين. يعني بدأ 2012 بقت 2010. تنزل الكوكي عندك على الجهاز، إيه دي 2010 امسح. يوم مسح. بس. هل كده خلصت ولا لسه في حاجة ناقصة؟ ما كتبناش لسه ريسبونس دوت كوكيز دوت اد. لأن لو عملتها كده عملتها بس ما وديتهاش للكلاينت، لأن هو ده اللي بيوديها على الجهاز. الامر ده اللي بيوديه على الجهاز، عملت كده بس ما وديتهاش على الجهاز مش هتشتغل. لازم اوديها على الجهاز عشان تشيل تعمل ريبليس القديمه وبعد كده تضاف الجديده بالتاريخ الجديد فتعمل ايه؟ ريبليس. صباح النور. قبل السؤال نجربه. قبل السؤال نجربه. خلاص ما نجربه. عامل ريفريش. كده خلاص. طبعا لو قفلت الموقع وفتحته تاني ازاي نسيني؟ ايد 1 2 3 4 وعملت لوجن ساين ان او فاكرني خلاص اقفل وافتح تاني. معلش يا باشا، انا وبشيل استخبيت واخترت اختيار قلت له ديليت براوزنج هيستوري اون اكزيت، يعني امسح كل حاجه وانت بتقفل. كويس انا افتكرت، افتكرت ازاي بقى مش عارف بصراحه. ماشي، خش على لوجن. افتكرت ان انا عملت كده ازاي مش فاكر، مش عارف. عيد 1 2 3 4 اللي اختار كنت مختار بتقول له امسح كل حاجه وانا بقفل، انا بقفل امسح اي حاجه. عملت ساين ان فاكرني اهو، اقفل افتح اقفل افتح اهو لسه مازال ايه؟ فاكرني. عايزين نعمل بقى ايه؟ لوج اوت. تعمل لوج اوت فعلا خرجني بره وبقت الهوم والايه؟